بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتكم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قاله نبابة جنبه إخلاق فان ودالوة: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما. الله سبحانه وتعالى ما دما بدلوا من أفاق راميها فليحافظ على هؤلاء الصلوات فهيميهك من ما تكركات رواش قيام الدهن. الله سبحانه وتعالى بدلوا ما إديميها إكما اللوب كراميها. الله سبحانه وتعالى حضرة سوابا درما إديميها فليحافظ فهيميهك ركات رواش على هؤلاء الصلوات من أماد تكفرض فاسنماد الركات رواش حيث ينادى بهن إنما تكغوالب تانغا مسكتكم مسكتكم مي بانغي غويني حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة نماد أوصف قناه حي على الفلاح كامياب من أوصف قناه إما بانغي غوال إبني إما إهن إبس كمكا إسكن ديگة نوان نماد فيها نماد نماد قرم أوصف قرن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم فهي الله سبحانه وتعالى وني إكلاق نبيا شرع قربا في سنن الهدى هدايتك قجت هدايتك قجت وإنهن من سنن الهدى أدي إيه نماذج نماذج غوالب تنتاج كرمكي أي هداية غوتك غترين واغوتك جماعة الناس نماذج بابريو. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته أي تيبامهم يبامهم كجتاوغا مي نماد فسجهم واميها اينا كجيغا نماد كرا غوتا نماد كوفي نما لتركتم سنة نبيكم ايرون تيبامهم تيبامهم نبيا سنة دو كل نواتا اكليك فان ادكي بريت غوي دو كل بيكم غاواني مسكتا ناس جيغا نماد كرا ميها الله نبيا ادكي بي غتون اكباب جميعك كم اسنا لبا كيها صافتو مي حديث معانا تا. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم نتيجة كي كباتو اتيباميهم تيباميهم نبيا سنة دوك الله في كما بني نما لضللتم
هما كشاور مستيابامي هم مغفر دين هنگاداني الله نبي صلى الله عليه وسلم ادكي بغتون ألغن من اكباب جيامو نتيجة كي قباتو ألغن من حلاكو كترا بيتكي داني ألغن من اكي مغفر دي غصفة تيب بيكا بيكي داني ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أيدي أهرمن دكنيم وي أهرمن جترين إنماد إفراد ندي منافق كم فعل وهر ميهك منو صحابة مي بدال وني تمنى من جتريغا اے جماعت گوالے ونیما اے جماعت حاضر نوے دنی کھنڈیل گن ہوری منافق کو نونی اے فدک میں نکرے کھنڈیل گن ہوری منافق کو نونی اے نماز جماعت گا کرن دو کن لے ولقد کان الرجل یؤتا به یہادا بین الرجلین ادی میہا گنوے اتلافی کو گے میہا گنے وے مسکیتا ہفاٹا گنا صف گ تیرے گا اینا بہٹے ایہا حال درا میہم وس اے میہم وس جماعت کے نماز اے رو گ بلم گئی اکم گے مہم کمٹا کا اکم گے مہم کمٹا کا حتا یقام فی الصف اینا گناس صف تیرے گا بہٹے می ہوں گا اہی گا مگن ننی می ہوں گا اہی تیرے کما اکی گا گناس جماعتاں ہے دے صف تیرے گا می بہت رنی اہن روایہ می روایہ می حدیث روایہ قربا ہونا الامام مسلم رحمہ اللہ وفی روایت اللہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدا اہن روایت کے اسفہ وے ہم کشورم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرمنا ہدایت کے گوئتا انگرنا وا دویے وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى ادھی اے گوئتا کو گے تیرے گا اے ہدایت کے گوئتا کو گے تیرے گا اسفا وا کمکی الصلاة فی المسجد الذي يؤذن فيه بنگی گوئے مسکتے گا نواتا مسکیتگا بنگی گوے مسکیتگا نماز کرما اے بہی جماعت کا نماز کرما می الگون منن الگون منگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکوا دبوا فا گوتکی اللہ سبحانہ وتعالی اکلاں کے کیرت کلام فلگا وحی کو ربا فا ورکعوا مع الراکعین ایت ابامی ہن رکوع کرا می ہن ایکو گا رکوع کراشے میہ پیکنی ما اکنی امیہ گا امی لگے گا نوات اہن تنگا نماز کو لیما نبنوین امیہ کئی رکو کرا میہ نا کی رکو کری میہ کا ایم اللہ سبحانہ وتعالی می انگا ونی فایتی ابامی ہوں ادی تی ابامی ہوں رکو کرا میہ نا اکی گا رکو کرا شے ایک معنی کی قبات اللہ بیتا ہوں جماعت کا نماز کرا شے شہادت کو دیکھا لی میں افہو گا میورے ماتیوری رکنے نے اسلام دین بناوے گے میونی فس رکنے گے مچے فس تنبے گے اما اسلام دین بنا کفا میوائے رگا می فس تنبے گے مچے بنا کفا وائے رگا ام مہم رکنے کی شہادت کو دیکھا لی میں افہو گا میاننی نماز فرض نماز پھر ہی نننا امیہوں مسکتاں ایس جماعت کے بائر وانچے ہیں بہن علم رہی مدالوا گتوا مسکت کے جماعت کا شریعی عذر نولا شریعی عذر کا نولا بائر نوے ہو رہے نوائیں کہ اتمائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بس فلگے بس آدھے حدیث وصفل کے معنی کا آدھے شریعی عذر کا نلا میہ کو جماعتا جماعت کے نماز نماز نکفیم میہ کا نماز نلے
شرعي عذرك او جميعها كنما اميها كمسله ني اميها كحاله هوري غتون نادوني كودا كودا كوجك بلحتني مثالك اكوجا بلان هين بس ميها كوني اكوجا دو كلافا نمادان اتوجك بابانيا اكوجا گلم مڠي باي نوركلكا اكوجا كريمتي ودان اهم وچك مڠيا اميها يا اكوجا بلحت متكا اتنگ مڑكون اتاگ نماز كور ودان اي مي مثالك كوتون الگ دني واهك اما شرعي عذرن وج ميها كم منوي مسكيتا ناس ميها كور گنوان ادي ورا صاف كو مي حديثن انگيج اي الله نبي الگون ندكوا دبا فوا گويك لبتي أخون الله سبحانه وتعالى أعلم من ألقان قرآن جاني أعلم من عمرك ملي ورهاد وحق ملي حياتك أعلم من نماد نكو دو كل بين إبس وقت نانا أعلم من همبود واها هندكو أعلم من نماد على نوان كما هتام يكي أغن منك ترين ورق جينا ميهو رمضان مس نوادا مفادا موسم اگا نوني الله غمتين جينا انهاندان قشن نوڑي رمضان مس آمون أغن منك مسكت تاك فوري گنگ دي فوري باندوم بگنگ با دي مي أغن منك فن منظر تا مي أغن منك كم ميه كم قبول قرآن كانت تا رمضان مهو بري ربكي شوال مهوس نوني اهارو گهن غريا مسر گوس ور رب اون من گهن غريا مسر گا نماز فروا کڈ کوف رمضان مهو گا ہمے کن ایکمن می سمال ونی می نون اون من دین انگا فا وا گو تکی اون من ابدا ابد می کن قرنجی اللہ سبحانہ و تعالی ذكركم هندا قرا ميهكو اغتك سميهكو نماز على فين هنان الله سبحانه وتعالى وحي قرمني اقيم الصلاه لذكري نماز قائم قراشه تمن الله سبحانه وتعالى هند ما قرمتك اما ميونو قالكم مي علمرين امن ابسواكم نماز دو كل فيا ميهكو علمي مفادا غتك نمادا دي تريغا ابي فلون ان ابس ركنك ودال نوا ورا اسلام دينك ابس ركنك ودال نوا ورا نمادا دي تريغا نماد دو كلا مينا دي تريغا ابي كل ماني ودال وفا نماد غسوا على ميها كاي كافر الله نبي صلى الله عليه وسلم حديث القرباء فاوي من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر نماد قصدك على ميهاي كافرك نكم وشنا بلوا ايوروك مسألة مسألة قدك من نو الله سبحانه وتعالى أغن من الدماغ بدج كنتتك ekanta tawwa alunna angwa fani namada kettirumu ekamuga waagili biganna wasta'inu bis sabri was salah atabamihum kettirikama ekuga adi namad kurma ekuga kebamihna dimawa kanta tawwa waagi hodash allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam اکلیک فانا کمیت دم بڑوی وڈا گیم فی نما اکلیک فان نما دن عباس فی کرنوا اما نما دکی مسلمون گے معراج مکمٹا کا سمال بھی لبا می رو دم ہوگا می ہوری فوری اوگن میں اہرو گے ہوری ہاں مسترگیس بہتا جین فرض نما د لو بیٹا خون می اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایہام اهميت كما دبا اهام ورغد ان امر قربا فوا كما ميكما تكا
أوغن مين إتر سمال كم أدي أوغن مين جه غلون الله سبحانه وتعالى يكبرنا غلون بدهي كورن بجه إنه أوغن من الدنيا آخرة فلاحة كامياب لبيني أوغن قد دعائك الله سبحانه وتعالى أوغن منك إكلان جه نماد قائم كرابي كم غالب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.